فيديو مضروب ومتفبرك ومتصور بغرض الفضايح، ولا حكيت لك الحكايه كلها؟ انت بتقول ايه يا فندي؟ البت اتفضحت ومش عارف لها طريق جره. انت شكلك كده عارف مكانها ومخبيها. بنتك عندي. ايوه عندي، معززه مكرمه، وانا كلمت والدتها وطمنتها. الدكتور عامر هو اللي جابها لي بنفسه لحد عندي ونجاها من البلاوي اللي كانت فيها. انا رايي يا معلم لو سمحت يعني تسيبها عندي يومين وبعدين تيجي تاخدها في حضنك. اسيب مين يا ابله؟ دي ليلتها سودة هي وامها. ما هو مش ده الحل يا معلم. المره دي انا لحقتها بالصدفه، المره الجايه يا عالم ممكن تروح فين؟ فكر يا معلم شويه. تربيه البنات محتاجه الطبطبه قبل الشده. لو قبل زهره معاها حق، خليها عندها يومين زي امها، تتكلم معاها وتهدي نفسيتها، وانت تكون رجعت نفسك وفكرت وعرفت هتتعامل معاها ازاي. بنتك هربت من قسوتك وضربك واهانتك ليها، ولو هتكرر ده تاني اللي بتعمله هتهرب مره واتنين وعشره. يا معلم دي فرصتك عشان تلحق بنتك قبل ما يرميها الطيار في سكه ولا حد فينا يعرف يرجعها منها. انا اب البنت زيك وبقول لك ان دي فرصه ما تضيعهاش من ايدك. اسمع كلامي. نورت يا معلم. نورتنا. شاكرين يا استاذ. شاكرين. نورت يا معلم. عامر في ايه؟ واللي حصل ده حصل ازاي؟ موضوع كبير بقى بس خلص خلاص، راح احكي لك بعدين. انت عامله ايه؟ عامر مكانك لسه فاضي والمدرسه محتاجه لك. على فكره انا قطعت استقالتك. فضيحة تانية يا أبو الوفا. بيه فضيحة كبيرة قوي، هتودي المدرسة كلها في 60 داهية. سعادتك اديني بس الصباحيات اللي انت وعدتني بيها وانا هعرف اتصرف. احنا كان المفروض نقعد مع بعض من بدري بس الظروف عطلتنا كتير. اتفضل استريح. ليه عملتي كده؟ انا عارفه ان انت زعلان مني، مش انت بس، كل الناس. بس انا مش وحشه والله العظيم، انا مش قصدي اذي حد ولا عارفه بعمل كده ليه. انا بحس بحاجه جوايا ومش بعرف بعمل كده ليه. يمكن عشان ماما مشهوره وعلى طول مش فاضياني. يمكن عشان بحس ان كل اصحابي بيقربوا لي عشان يوصلوا لها. هي مش دي مريم حبيبي الممثله؟ اوبا دي هي فعلا. بقول لك ايه، انا لازم اتصور معاها. انا كده كده. لوجي الحقي مامتك جد؟ مامتك؟ كملي يا لوجي انا سامعك. ممكن اكون بتضايق عشان كل اصحابي حواليهم اهلهم وانا لا، مش عارف. بس انا عمري ما كان قصدي اعمل اللي انا بعمله ده. انت عارفه ان انا متفائل جدا بكلامك ده، لان انت طالما رافضه اللي انت بتعمليه ده من جواكي يعني معناها ان احنا ممكن نقرب للوجي الحقيقيه ونطلع الحلو اللي فيها.